مشاهدينا الكرام، مساء الخير. حملة أمنية في هذه اللحظات على أحد مقاهي الشيشة وسط برنس مولاي عبد الله، وحجز قنينات، عدد كبير من القنينات ديال الشيشة. يعني بدأت الحرب على مقاهي الشيشة. في اللحظات تم إقفال هذا المقهى. حجز أكثر من 30 قنينة ديال الشيشة. دابا الغريب في الأمر هو هاد المقاهي الشيشة كيلعبوا فيهم الرامي، يعني ألعاب الحظ، وهاد ألعاب الحظ كيجيبوا غير الصداع القهوي والمشاكل والمضاربات على برا. في هذه اللحظات يتم إقفال هذا المقهى ديال الشيشة وحجز أكثر من 30 قنينة. يعني حملة وسط مقهى الشيشة الذي تم تنقية عدد كبير من أشخاص معهم فتيات، يعني كما قلنا ألعاب الحظ، يعني الرامي هو اللي كيجبد هاد المشاكل في القهاوي ديال الشيشة. ألعاب الحظ كيلعبوا الرامي الداخل. ربما يتم إقفال ديالها 15 يوما أو 10 أيام. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، حرب على المقاهي بدات عاوتاني من جديد. يعني حتى شي واحد ما غيرحموه، حتى شي واحد ما غادي يسقلوه. كما قلنا ان اللي كيجبد المشاكل في هذا القهاوي هو العاب الحظ، يعني كيلعبوا الرامي. يعني الرامي كيجبد المشاكل، كتجبد بزاف ديال الامور اللي شويه فيها المشاكل. كتلاحظوا هنا مقاهي كثيرة في هذه الأماكن اللي كتبقى حالة الليل كله، يعني ميمكن يعني عدد كبير ديال المقاهي كيبقاو حالين الليل كله، كيتلعب فيهم الرامي، كيطراو فيهم مشاكل لبرا، إجهاد الساكنة وبزاف ديال الأمور. تكون واحد الحملة على المقاهي اللي كيبقاو ليلا ونهارا. ما تعرفوش شكون اللي كيجي للمقاهي الشيشة. شوفوا على اليسار وعلى اليمين مقاهي تبقى حلة الليل كله. المشاهدين الكرام،
يجب على السلطات التدخل في أقرب وقت لحد من الظاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله.